لا يعني المبادرة بعفويتها وحماسة الكثير بالمشاركة والتفاعل قدرت تحقق قيمة مهمة، وهي الشعور بالمسؤولية والمبادرة بدعم العملة الوطنية. كيف ممكن نعزز مفهوم المبادرة والمسؤولية عند الجيل الجديد لتصير ثقافة وتترجم واجبنا وأيضا دورنا ضمن مجتمعنا؟ هذا الشيء رح يكون ضمن محور حديثنا لليوم مع الأستاذة فاتن نظام، مدربة تنمية بشرية. يسعد صباحك، صباح المبادرة. يسعد صباحكم، صباح الطاقة الإيجابية والأيام الحلوة إن شاء الله. صباح الليرة السورية. يعين عليك الليرة السورية. يسعد صباحك أستاذة فاتن. يعني مثل ما شفنا ومثل ما عم نشوف على الفيسبوك كيف إنه كنا عم نحكي حتى ما سكتنا تحت الهواء عن الليرة السورية والمبادرات قد إيه حلوة، وحكينا بلشت بحمص وفي وأنت تقولي لنا محل ونحن نقول لك محل، بس بنلاقي بهي المبادرة دائما في عالم سلبيين. وين مكان هاي؟ اوكي، هاي الليره شو بدها تدعم الاقتصاد اصلا؟ هاي الاقتصاد هاي الليره ما بعرف قد ايه صار لها متوقفه، واشاعات وحاجه وشو طالع لكم، ما بعرف شو هاي الطاقه السلبيه يلي عم يبسوها بعض الناس لحتى يقللوا من اراده ومن فعاليات ومبادرات باقي الناس، قديش سيئه؟ هو حقيقه هي كمبادره هي مبادره ايجابيه 100%، يعني خصوصي ما هي طلعت هي المبادرة كان الواقع الحالي اللي كنا عايشين فيه حقيقة صعب، عم تأثر بكل لحظة، عم بصير في عنا ردود أفعال كتير مختلفة على كل الأصعدة، سواء كنا كعائلة بالشارع، فكنا بحاجة لشيء بقى مثل ما أقول بعد هالظلام هيك إضاءة شمعة صغيرة. صح. فهي اجت المبادره كلمه ليرتنا عزتنا، حقيقه هي الفكره الاساسيه انه هي مو مبادره بس شباب صبايا مجموعه معينه، هي مبادره لكل الشعب كله مع بعض. يعني احنا هلا حكينا عم نحكي تحت الهواء، هي المبادره بنلاقي انه محلات، دكاتره، اطباء، المحامين مثل ما شفنا بالتقرير، معاهد عم تقدم هي المبادره، انه حتى تكاسي. تخيلي انه انا اليوم عندي تاكسي بكره رح اقدم كل النهار بكره مجانا توصل لكل طب هذا العالم. هذا الشعور، هذا شعور الانتماء، هذا شعور انه انا في وضع لازم نحن كلياتنا بدنا نغير هذا الوضع، لانه ما حنأذى بس انا، حنأذى انا وانت والكل حينأذى بنفس الوقت. فهي اجت المبادره حياه بعيدا، هلا اول ما طلعت الكل حكى بطريقه سلبيه شو حتعمل وحنرفع الاقتصاد وعن جد ليره وكذا، ولكن ما صار الكل بكل الفروع بكل المجالات عم يشتغلوا على هالموضوع، لا في شيء معناتها عم ينشغل صح، في شيء انه بلدنا، وانا هذا كثير حلو، يعني مو بس الكبار، هو الاطفال لما تيجي لعندك ابنك يقول لك ماما بدي ليره في كذا في محل، والاحلى من هيك ماما جيبي لي بدي مو بس ليره ليرتين لان الي ولرفيقي. طب هي التكافل، هذا التكامل الاجتماعي، طب هذا الشيء مبادره كثير عطت معناتها في ضوء، معناتها نحن مثل ما نقول شعب عايش اللي احنا دائما حنضلنا مستمرين بهي الطاقه. وهذا اللي بدنا نحكي عنه اليوم فاتن، يعني نحن مو بس عم نقول انه شو رح نستفيد من هي المبادره فعليا او ماديا، خلينا نحكي اليوم على جوهر المبادرات بحد ذاته. يعني أنا لما بقول أدران بقلب حرب اقتصادية عم بواجهها، بقلب عقوبات كتير صارت واضح أثر على الشارع السوري، وهالحرب الكبيرة اللي عم تنشن علينا اليوم من كل البلدان، لما أنا أقدر أخلق فعل المبادرة الشارع عم يتحرك لحتى يساعد بلده، قديه مهم هذا الفعل اليوم أنه أنا بادر، كلمة بادر بحد ذاتها. فكرة المبادرة الهاشتاج، هاي شايف الهاشتاج اللي هو حرك كل هالقلوب مثلا وكل هالعالم، معناته احنا لساتنا بنحب بعض، هذا كثير شيء كثير مهم، هذا الاساس انه نحن معناتها في شيء عندنا، في عندنا طارئ، في عندنا خطر، في عندنا شيء عم بصير، وهذا هو اساس المسؤوليه الاجتماعيه، هو عباره عن استعداد مكتسب لدى الفرد ضمن المشاركه مع الاخرين، لانه نحن نسد طارئ شيء معين، خطر معين محدق بنوع من العطاء بلا شرط، يعني انا عم بعطي بس انا مالي عم بستنى اخذ شيء. دائما الوطن هو مثل ما بنقول نحن بمفهوم المواطنه والانتماء، دائما في شيء اسمه مثل ما احنا عم نطلب منه وقلنا عليه حقوق، بدنا نعطي شويه واجبات. يعني انت الفكره الاساسيه بالمسؤوليه الاجتماعيه هي حقيقه طلعت بكبسه الزر،
لانه في شيء جوا مغروج بجوات كل شخص انه انت بدك تقدم، بمعنى باي مجهود باي جهد. يعني ما احنا ما نشوف هي ما لها فئه معينه، وهي على فكره يلي فرقت بين المبادره ليرتنا عن المبادرات السابقه، يلي شفنا كثير مبادرات خلال الازمه. صح. بس هي هي المبادره لها سمه خاصه انه هي عم تجمع كل العالم، كل الاطياف، كل الفئات، ما عم توقف على مكان معين. وقديش انا قديش بقدر اقدم حقدم، فهي الفكره، سواء كلمه معنويه، سواء ماده، سواء مثلا عندنا مثلا اشخاص يلي احنا حابين يعملوا رجيم نوادي انه 3 ايام، اساتذه عم يقدموا. اللي شفته اللي تفاجأت فيه انه طلاب متفوقين عملوا يومين 3 ايام انه مبادره منهم مشان يعطوا لطلاب مثلا بماده معينه ما لهم شاطرين فيها، وقدموا انه هي نحن مبادره. طب هذا الغرس الصح، قد ايه انت بتحسي انه الامور لا كثير كويسه؟ وهذا مفهوم التكافل الاجتماعي، ما تنقول نحن 1+1 مو يساوي 2، لا يساوي 11. كل ما نحن بنكون بهذا المفهوم صح، كل ما بنقول نحن قوه كلياتها مع بعض، يعني بمعنى انا وياكي بنعمل اكثر من 11 وبنعمل 21 كمان. نعم، يعني استاذة فاتن خلينا نحكي من منطلق الاخلاقي ومنطلق الدين ومنطلق التربيه وكل القصص اللي احنا تربينا عليها، هي دائما عطاء عطاء عطاء. اليوم اوكي في كثير عالم كانوا سلبيين، بس مثلا في كثير عالم مشتهيه سندويش شاورما، في كثير عالم جابت موبايل. اليوم العطاء باخلاق لنا بتربيتنا قديش مهم انه هو يتكرس ويتوزع على اعداد من الناس سنن بحاجه يمكن لابتسامه صغيره بتوفيهم كنوز الدنيا. نحن هذا هو المفهوم التربوي، يعني نحن لازم نشتغل عليه بمفهوم التربوي اللي هو الاب والام الاسره بدايه. نحن التنشئه الاجتماعيه اللي بنقول عليها التنشئه الاجتماعيه السليمه للطفل، ما انت تشتغلي عليه بدوره متكامله. شو هي الدوره المتكامله؟ بالبيت وبالمدرسه والمؤسسات الاجتماعيه. هون نحن ما تشتغلي صح انت حتبني صح، وما نحن يكون في عندنا مثلا انت بهالمبادره اللي صارت، ما تيجي الطفل اللي عند الاب والام يقول له ماما مثلا بدي ليره، او مثلا بدي اشترك، او بدي اعمل، او بدي كذا، حسب رده الفعل. يمكن في اهل بيقول لها ماما حاجه بقى حكي بلا طعم، يلا روح تيسر ايه، بينما تقول له ايه ماما برافو يلا وتعال ندور كلياتنا. يعني صار في عندنا تفتيش الكل بالمزهريه وين وكذا لنلاقي الليره، وبناخذ من الجار او الى اخره، بناخذ من المصور. فهي الفكره انه اخذنا له اخر ليره فهي الفكره انه انت عم تعيشي نوع من التكامل. فانت ما تكون رده الفعل الاهل صح، فانت عم تنشئي صح. ما تقولي له ما الطفل، احنا لا الطفل ما عاد عندنا طفل الصغير اللي بتضحك عليه، عندك طفل واعي هو قادر انه هو يفسر المواضيع بكل يعني سهوله وبقوه. حتى مثلا ماما لا بدنا نشارك، حتى مفهوم الحديث العام صار الصغير والكبير انه شو غلت الاسعار وعملت كذا وارتفع. فهي الفكره الاساسيه نحن بنشتغل على مبدا التنشئه، هي اللي انت شو بتزرعي انت حتنجي صح. فبنرجع بعدين على المدرسه اللي هي كمان عن المدرسه لازم يكون لها دور حقيقه بهالوقت، لازم يكون لها دور جوهري. نحن هي تنميه الوعي او المبادرات المسؤوليه الاجتماعيه لازم تكون بطريقه بمفهوم برامج بالمدارس، يلي هي مفهوم النظافه للمدرسه، مفهوم التعاون. يعني مثل هي المبادره تبع المتفوقين انا كثير حبيتها، هذا المفهوم كثير لبق. حتى المؤسسات لازم يكون لها كل فتره وفتره نوعيه، يعني احنا ما بدنا هلا نوقف مثلا على هاي المبادره وانه خلص هيك امورنا كلها تمام، لا، هو الاستمراريه بهي المبادرات اللي هي دائما بتعطينا ضوء امل. يعني في كثير مثل ما قلتي سلبيين، هي طول ما انت قاعده في سلبيين، ولكن اذا انت بدك تضلك بهذا الظلام لحالك حتضلك غرقانه فيه. فهو لا، المهم دائما كل فتره وفتره نضوي شمعه بتحقق لنا 100 امنيه ان شاء أكيد. الله اكيد. يعني استاذة فاتن، خلال سنوات هي الحرب المبادرات السوريه ما وقفت باشكال متعدده، الشباب السوري كان يفاجئنا بكل فكره يطرحها. السنه الماضيه يمكن شفنا شباب نزلوا وقت ازمه البنزين على الكازيات يوزعوا ورده. صح. يعني يمكن هي قدرتهم، بس قدرت تخفف شوي عجقه الدور على الناس. هلا
كلياتنا بنعرف قد ايه صعب الوضع الاقتصادي علينا. اليوم عم نشوف مبادره لحتى تنشط البيع والشراء، بغض النظر ما رح نحكي عن القيمه الاقتصاديه ونقعد نحكي قد ايه بتفيد الاقتصاد وقد ايه ما بتفيد، نحن عم نحكي عن الروح، عن المعنويات اللي هي فعلا عم تنعكس على الارض. اليوم ثقافه المبادره، ثقافه العمل المجتمعي، قد ايه عم تلمسيها موجوده بالشارع السوري وقد ايه لها اهميه؟ هو حقيقة نجاحها هي المبادرة هو بتلاقي بإحساس كل واحد أنه أنا لازم شارك. الإحساس الذاتي اللي بنقول أنه نحن في عنا مشكلة معينة وأنا بدي حل هاي المشكلة. المشكلة ما أنا ما بدي أطلع على شيء فردي، دائما ما نحن المسؤولية الاجتماعية أو أي مبادرة ما تغلب الأنانية والفردية، بمعنى المهم أنا عائلتي أكل وأشرب ونام، هذا كتير مهم هذا المفهوم. أنا بدي أتعاون، بدي ساهم. كلمة المساهمة هي مو كبسة زر، هي عبارة حقيقة المشروع التطوعي أو حتى المبادرات التطوعية هي كتير مهمة، تعطيك إغناء لذاتك قبل للأشخاص، لأنك أنت عم تعطي بطريقة عم يعطيك أول شيء مهارة، عم يصير عندك سرعة بالأداء، سرعة بالإنجاز، عم تشتغلي على أكثر من محور طول الوقت، فأنت هون شو عم تعملي؟ عم تعملي بناء لشخصيتك صح. فنحن بهي المبادرات وحقيقة كلمة التطوع حلو الواحد، أنت عم تقدمي مثلا بعمل معين، ما علي بقدم لك 3 ساعات هدول هيك تطوع مجاني، أنا هيك بدي أعطيهم. هذا الشعور هو هذا الاكتفاء، ما أنت عندك اكتفاء ذاتي وعم تقدمي، هذا الشعور لحاله هو العطاء بلا شروط، هو لحاله بيعطيكي انعكاسات كتير جيدة، بس مو كمان جيدة بقول لك لا كتير ممتازة، لأن العطاء بينرد لك بأضعاف الشيء اللي أنت عم تعطي، أنت عم تعطي بليرة هيرجع لك بمئة ليرة، وهذا مفهوم صحيح وهذا قانون كوني نحن بنقول هو العطاء والأخذ، فهو كتير مهم وموجود. نعم استاذة فاتن، خلينا نحكي، بيقولوا بالأزمات والحروب بيكتروا المبادرات، بيكتر الاهتمام بالشق التنمية البشرية والاهتمام بالعمل التطوعي. شفنا يمكن عدد كبير من الناس صاروا مهمين بالحياة، كانوا يمكن ولا شيء، استسلموا للحرب، ولكن صاروا حدا كتير مهم وفعال بالحياة لما تطوعوا، لما بادروا، لما عملوا دورات تنمية بشرية، لما تفاعلوا مع هذا المجتمع يلي هو بحاجة لألون، ونحن أكيد بحاجة لكل شيء داعم لألنا. خلينا نحكي عن أهمية التطوع بحياة الشباب، وخاصة الشباب يمكن يلي مخلص دراسة ما لقى الفرصة المناسبة للعمل. هو حقيقة حكيت الفكرة كتير مهمة، يعني تنمية البشرية ما تنقول نحن تطوع وتنمية بشرية، هي الفكرة انه ما انت تعملوا الطلاب او الشباب دورات وهي القصص بطريقة اللي عم بيقدم يعطيها بطريقة تطوع، هي اول شيء بيعمل زد له مهارات التواصل، عم بيقدر هو قادر يتواصل مع اي جهة مع اي فئة، فهو شو عم يعطيه؟ مهارة الثقة بالنفس، عم يعطيه حتى هو يبرز يعبر عن حاله صح، يصير عنده مثل ما بنقول نحن فن الظهور صح، يقدر يحاور اي فئة معينة، مبعد بعيد عن المجتمع، هذا كتير صعب، يعني انت بتكون عم تدرسي شيء وانت بعيدة عن المجتمع او ما بتعرفي بامور المجتمع، فانت ما تاخدي عدة مهارات من خلال التنمية البشرية او من اي مجال لتطوير ذاتك، هو هذا صح. مفهوم التطوع هو مفهوم لازم ينغرس بكل المدارس، لازم ينغرس حقيقة بكل الأمور، لأنه هو بيعطيكي إنماء لشخصيتك بشكل صحيح جدا، بالإضافة إنه أنت بتصيري نوع من الإحساس الذاتي إنه أنا دائما لازم أقدم، ما ضروري إنه أنا أقدم الفكرة الحرية المتكاملة، يعني أنت عم تقدمي وعندك حريتك، أنت بتقدمي اليوم بكرة كذا، في عنا حتى في قواعد للتطوع، هي مو هيك يعني لعبة، في قواعد للتطوع في أمور وفي احترام للذات كتير، يعني أنت ما تقدمي ونشكرك أو نكافئك، هي الأمور المعنوية اللي قلتي أول شيء، الكلمة قديش نحن بحاجة للكلمة، للابتسامة، شكرا كتير، عزبناكي إلى آخره، هي بتعطينا نحن الله يرزقك، الله يحميك، الله يحبك، الله يحبك، هي الفكرة. لا أو مثلا في كتير ناس
تدعي لي الله يخلي لاولادي، فهي مثلا بتلاقيها لحالها عم تلاقي اشباع ذاتي. فهي الفكره مات نحن بكل واحد فينا في عنده نقطه معينه بحب يشبع بهي الكلمات بهي المفردات، فهذا كثير مهم بمجال التطوع. فهي عباره عن حتى بناء الشخص الصح، يعني ما بتقعدي انت شخص اناني مو بس الي وبس، لا انا وياكي كلياتنا حنكمل مع بعضنا، حتى بناء شخصيه سليمه وصحيحه. ويمكن ما انا مستسلمه لظروف بشعه وصعبه لحتى تقدمي على شغل جديد ويكون عندك طريق جديد لحتى تفتحي. نشكرك كثير استاذه فاتن، شكرا كثير لك وعلى المعلومات الحلوه اللي قدمتي لنا. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. شكرا، يسعد صباحك، وشكرا كثير لك. وبنتمنى عن جد كل الناس اللي عم بتشوفنا تبعد شوي عن انه تدور وتنكش شو في شيء سلبي لحتى نحكي عليه، خلينا ندور وننكش على المحبه بقلوبنا، ومن هون بتبلش المبادره الصح. الفكره اول شيء اضاءتكم كاعلام على هي المبادرات هي نجاح للمبادرات، فهذا كثير مهم. كمان وضع الاعلام انه يكون يلاحق المبادرات الناجحه، هذا بيساعد انه نحن نصير نشجع بالاستمراريه بهي المبادرات. شكرا لكم. شكرا لك.